السلام عليكم. الآن أنا بأدخل الحقيقة المجلس الذي له 20 سنة مفتوح لعاشق التراث، تراث العقيلات الذي يجمع الحقيقة الأصحاب والأقارب، وهذا المجلس مستديم الحقيقة، فيعتبر من المجالس الحقيقة النادرة والتي تجمع بين التراث والأصحاب والأقارب. بنشوف الحين دخولهم. السلام عليكم. ترى بنصور طال عمرك، احنا مستدعين من ابو حمد اللي بيقول ما تصور لا صورا. لا اصبر، اول شيء تقاوم بعدين. لا انا لاني مسوي مقدمه من برا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقه احنا نفتخر بمجلس ابو حمد اللي 20 سنه الان مفتوح، فهذا يدل على رجولته ويدل طال عمرك على الحقيقه صله الرحم، ويدل على جمعه الاصدقاء، وكلكم انتم ما شاء الله عليكم رجال، نعتبركم تتكلمون بالتراث وتراث عقيلات، وما زلتم ما شاء الله عليكم بهالجمعة الحلوة، نفتخر فيكم ونحطكم كتوعية للناس، لأن المجالس الكثيرة الحقيقة نادر أن تحصل مجلس مثل 20 سنة أنه يفتح بهذا الجمع وبهذا التجمع الأصدقاء وكذا. فأنا الحقيقة نفتخر بأبو حمد ونعتز بهالمجلس الطيب والوجيهة الطيبة هذه، فنعتذر على مفاجأتنا لكم الحقيقة، فاعذرونا يا أخوان. نعم، الله يوفقكم وجزاكم الله خير. نعم، فما شاء الله عليهم وجيه طيبة ومبارك إن شاء الله، ما شاء الله عليهم، نفتخر فيهم والله يوفقهم. ممكن تعرف عليك طيب؟ الحمد السلام الله يحفظك. نعم، بس سلام كلهم. سلام حق الرواق. اي نعم الله يحفظك. نعم، وش اخبار طيب؟ الله يحييك. وش تقول بمجلس ابو حمد؟ مجلس ابو حمد ما بنى اللي اقيمه، ما شاء الله هالزوار وهالمرتادين هم اللي ياثرون ما شاء الله بهالحضور. فتحت المجلس له 20 سنه ومجلس عامر ما شاء الله بوجود ابوه الله يسلمه ابو احمد. اي نعم. بوجود ما شاء الله هالزملاء الناس اللي ما شاء الله أصحاب المرجلة والسواليف والعلوم الطيبة، وما شاء الله بحجاج أبو حمد وتهلاته وترحيبه ما شاء الله، وفتحت هالمجلس طوال العام 24 ساعة ب24 ساعة متواجد الله. لك حنا مطلقين على أبو حمد أنه عاشق الحقيقة، عاشق التراث مسمينه أبو حمد. نعم. ما هو بالتراث له يعني علوم الرجال أول يا أخوي، له لذة له طعم أكيد، لمن جلس ومتناقلوا العلوم ما أكثر ما تسجل بالكتب، أكثر تنقل مثل المجالس هذه، ما يحفظ إلا النقل في المجالس، هذا اللي يحفظ العلوم وكلام الطيبين وفعالهم وطرائقهم، هذا اللي يرفع من شأنهم. لكن أنت بالمدة الطويلة هل حفظت مثل من علوم عقيلات، من قصصهم، من قصائدهم؟ ارتوينا، مو بحفظنا، ارتوينا يعني ارتوينا. الوالد من عقيل، بس حنا ارتوينا من سماع أبو حمد لحبه لهم وحفظه لهم وقصصهم، يعني ارتوينا ارتواء، يعني حتى بدنا نعلم عيالنا أفعالهم. شيء فخر ذا يا أخوي. نعم، حتى بدنا نعلم عيالنا، حتى أن أماناتهم، حتى أن نقلهم الأخبار الطيبة، حتى أن أفعالهم الزينة، يعني عملت بقلوبنا شيء مو بسيط. الله يكتب فيكم إن شاء الله ويديم عليكم هالجمعة الصراحة، لأن فخر حقيقة نفتخر فيها الصراحة. وبيض الله وجه أبو حمد وأبوه طبعا اللي افتحوا هالمجلس وشجعوكم على الجلسة هذه، لأن نادر يا أخوي تلقى اليوم راحت علوم الرجال من أول. نحن نذكر الجلسات وفتحة البيبان الحين لا، صار يا أخوي جمعات استراحات وشباب، واليوم سكن استراحة متهاوشين وباتوا فاتحينه. هذا في ملاحظة سم. بسيطة سم. مجلس أبو حمد من كبار السن يجتمع فيه إلى الأطفال. ممتاز، وكلهم يستفيدون. أحسن، الصغارين أحسن. نعم، وكلهم يستفيد بعضهم من بعض. نعم، هذه ترى قليل أن تكون بال نعم. من نعم. مدرسة. نعم، من كبير للصغير. كلامكم ممتاز، لأن الصغارين أخوي إحنا نعرف بل السرحات والمجالس، لا جو الصغارين قال روح العب هناك، يلا وخر عنا. صحيح. صحيح ولا لا؟ صحيح. هذا المفروض ذول هم نتمسك بهم وندخل المعلومات هذه بهم. ولذلك تجد جميع مراحل الأعمار موجودة هنا. ما شاء الله.
الله يوفقكم ويديم عليكم النعمة حقيقة. هذا أبو حمد ما شاء الله هذا هو العمدة الحقيقة، عمدة عقيلات هذا، هذا المفروض طال عمرك يعطى أكبر شهادة قصيمية ذا. نعم، لأن الحقيقة مشاريع ضخمة الحقيقة، مشاريع الرجال ضخمة، منها أول إنشاء المتحف الرائع هذا الحقيقة اللي نادر يكون وجود بالمملكة، ثاني شيء الجلسة الحلوة هذه للأصدقاء والأقارب، يعني صراحة هذه ترفع الرأس والحقيقة صلة رحم كبيرة. فالحقيقة الرجال افتخر فيه ونقول الله يبيض وجهك وما قصرت. يا هلا والله مرحبتي، حنا الباب لحساب النشامة دلقناه، اللي يجي لمجلسنا رأي معروف علينا، ولا كل عندها له مبسوط وشبعان ومتقاوي، لكن لمة الشباب وجمعة الشباب على ما قلت بأول كلامك الرحم، صلة الرحم. نعم. طبعا الأصدقاء هنا ما في تلفزيون، هنا في سواليف وعلوم وأخبار وقصيد، هذا يقول علم هذا يقول خبر، وجالسين مثل نموذج من نماذج قهوين القديمة اللي قبل 100 عام وكذا، ولا في مجاملة، اللي بيطلع يطلع ولا بيقعد يقعد. أكيد أكيد. هنا ما في مجاملة. إحنا قلنا الباب لحساب النشامة دلقناه فتحناه، واللي بيجي الله يحييه يسير علينا رعي معروف علينا، اللي يجلس عندنا هو رعي المعروف. وشرفتنا، واي واحد من طريقك ولا ذا يشرفك. الله يجزاك خير، هذا من طيبك واصلك. السلام عليك. يا هلا حياك الله. الله يرضيك. انا والله شهادة ابو محمد مجروح. طبعا وكاد انه مجروح. ما شاء الله. اي نعم. وابو حمد جميع الدول العربية كلهم زاروا لا المتحف ولا المقهى. اي نعم. وحنا على ما قال من مجاليسه ونفتخر ونعتز ان نجي هالمكان ونتشرف بوجود ابو احمد وابو حمد والجهة الطيبة ذي. وبحضورك والله يسعدك، وهذا ما عندي. لا لكن اخوي انا لعيب على الهبريد بصراحه، لما يجي ضيف لما يجي يروح يوديه له طال عمرك له استراحه، ولا يوديه له لبعرين، ولا يوديه ما يجي مثل الشيء هذا الطيب مثل المتحف، مثل والله اقول ودي متحف ابو حماد، لا ما نادر تلقى اللي يسوي الحركه هذه. فالمفروض انه اي واحد يجي ضيف يا اخوي من اقاربه او كذا، والله نص صدقني انا اقول لك 95% ممكن 90% من البريد ما يعرفون المتحف ذا. لا ما شاء الله. لا والله ما يعرفونه، والله صدقني لا المتحف هذا انه ما يعرفونه كثير من الناس، لانهم يعرفون المتحف الثاني ذاك اللي هو عند البرج حق هذا، لكن هذا متحف انا عندي هذا اطور من ذاك. انا دخلت ذاك ودخلت ذاك. هذا الاول بالخليج والدول العربيه كذا. نعم. العالم كذا زارته. انا اقول لا الامراء ولا الناس الصغار ولا الكبار، كل جاء وكل نتوب هالمكان. نعم. لكن انا اشوف الحين في زوار يجون عندنا اماراتيين وكويتيين وعمانيين، والله انا بسعب الموضوع ذا، ابى ازوره واجيبهم بسيارتهم واجيبهم لانه هذول يعشقون التراث. وصلوا هالمكان كل الوصل والله، ولو احنا نحتاج اكثر، لان الرجال تعبن على المشروع ما يحتاج. اي نعم. فكل ما يزود الزوار كل ما نفتخر بابو حمد زياده. الله يا رب. الله يوفقك وجزاك الله خير وما قصرت. كان كذلك وبيض الله وجهك. الله يوفقك ونشكر الحقيقه المجلس الحلو هذا، وما شاء الله العمده ابو حمد بذا ما شاء الله. نبي ندور له عروس، بس عاد انت نمازل علينا ولا المفروض ندور له عروس؟ يستاهل والله انه عريس، هو الصراحه عريس بالوسط. اي نعم. فاحنا ان شاء الله بنقلص له عروسه من القناه ان شاء الله باذن الله. يستاهل ان شاء الله. لا مصيد باذن الله انه اي عروس تقبل ابو حمد تراسلنا على الخاص. ابو احمد تراسلنا على الخاص. الحق رجال ما شاء الله عليه، خفيف دم وخفيف ظل ومبتسم، ودك تاكله مع القهوه. الله يوفقكم وجزاكم الله خير وبيض الله وجهكم وسعدنا بهالجيه. وسعدنا بهالجيه ما شاء الله. وهذا طير ابو حمد يا حليل، وما شاء الله عليه ما شاء الله ما شاء الله. هذا ما حتى هذا الحبيب ذا جايين بالمجلس معهم يتسمع لعلوم عقيلات، حتى هو ذا يتسمع لعلوم عقيلات لانه معجب الحقيقه هالسوله بالزينه. الله يكتب الخير، نتمنى لهم التوفيق والديم عليهم ان شاء الله هالجلسه الزينه، ونتمنى من الناس انهم كلهم الحقيقه يكون جلستهم بهالطريقه هذه، يعني الجلسه ما هي مكلفه، نعتبرها شاهي وقهوه، ما في لا تكليف ولا شيء، شاهي وقهوه الحمد لله والشكر، ما في تكليف يعني هذا. فالحمد لله، فنتمنى ان شاء الله تكون توعيه هذه للاخوان، والله يوفق الجماعه ذولا وان شاء الله ويديم عليهم هالاجتماع الطيب. تحياتي وشكرا لكم.